مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج لقاء خاص. النهاردة معانا فقرة واحدة بس، أهم من أهم الفقرات بالنسبة لكل بيت مصري، هنتكلم فيها بعدين. بس تعالوا الأول نرحب بالضيف معانا، الباشمهندس سعيد أبو رغبة، رئيس مجلس إدارة ومليك شركة زهرة سينا. أهلا وسهلا بيك أهلا بك يا فندم. باشمهندس سعيد. أهلا وسهلا بك يا فندم. ندخل على أول سؤال، ما هي أهداف شركة زهرة سينا؟ شركة زهرة سينا أهدافها متعددة. زي إيه مثلا يا فندم؟ الاستثمار والتنمية الزراعية وإصلاح الأراضي، وفي تطلعات أخرى، لأن احنا عملناها شركة مساهمة بحيث إن احنا يعني ننهض بالاستثمار، تمام، والتنمية الزراعية اللي هو استثمار الأراضي. نعم تمام. وعملت مساهمة علشان خاطر ايه الشباب اللي هم عاطلين العمل، تمام، اذا توفر يعني تقبل اسهم باي مبلغ مالي، ندخله في مشروع، نعمل له مشروع بحيث هو ياكل منه عيش، يكون له ربح حسب المبلغ اللي داخل الشركة. يعني ممكن أي حد دلوقتي معاه فلوس يتصل بحضرتك، صح كده؟ ده اللي أنا فهمته. تمام. أها. وطبعا في عقودات بتمضي وفي ضمانات للإنسان اللي هو إيه؟ اللي هو مساهم من شركة سينا من شركة زهرة للشخص سينا. التاني. تمام، تفضل. دي نقطة. النقطة التانية إن إحنا بنيجي على أراضي جبلية، ماشي؟ تمام. بنعيد فيها الحياة، ونفذنا مشروع مكون من 3500 فدان، ركبنا البيفت المحوري، تمام، والحمد لله لنا فترة طويلة شغالين، تقريبا حوالي 3 سنين 4 سنين، تقريبا 3 سنين يعني، تمام. وأهدافها برضك عندها محجر رملة ومحجر رخام، حاليا إن شاء الله نعلن عنه قريب افتتاحه في شمال سيناء. ده هو كام منتج في شركة؟ جنوب سيناء، معلش. تمام. كام شركة كام منتج لشركة زهرة سينا كده؟ أول حاجة هي زهرة إصلاح زراعي، صح كده؟ زهرة سينا معتمدة على الزراعة. أهو. على الزراعة، لأن الزراعة هي أساس البلد. أكيد طبعاً، سيادة الرئيس موضح لي كده كويس. أهو معاك. وبالنسبة للزراعة هي يعني هي مبدأنا الأولي. تمام. بعد كده بدنا إيه نتفرع لأمور أخرى زي المهاجر، تمام، زي ان احنا يعني فكرنا في ست البيت، تمام، فكرنا فيها، قلنا ازاي ست البيت دي. طبعا بسيطة، انا في جتني فكرة وانا قاعد كده، في ست جنبي كده في العمارة بتنزل السبت بالحبل وعمال تسحب، وجوزها عمال يحط لها ومش عارف ايه. طب وايه اللي دخل الست دي لشركة زهرة سينا؟ لا، فكرت اصنع شيء يكون يعني يكون سهل طلوع الطلبات للبلكونة، ويكون سهل النزول، ما يتعبش البني آدم يسحب بحبل ويرجع تاني. فصنعنا جهاز صغير عبارة عن وينش ماله الصوت، زرار ينزل وزرار يطلع، تمام، حساس، لما يلمس الأرض ما بي السبت ده بيركب في البلكونة؟ السبت ده في البلكونة طبعا. تمام تمام. احنا مسمينه بوكت 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 بوكيت، بديل بديل سبت ست البلكونة. بديل سبت البلكونة، بديل سبت البلكونة. ده قنبلة يعني بالنسبة تمام. لأي ست بيت النهاردة يعني، وسعره مناسب. تمام. وضمان سنتين، وعندنا فريق صيانة ليه، يعني صيانة حاليا لو أي حد اتصل بينا، صح كده؟ تمام. المنتج بيوصل لغاية البيت؟ نعم، من شركة زهرة سينا. وفريق الصيانة بيطلع هو اللي بيركب ويشرف عليه، ماشي، وطبعا في مندوب صيانه بيعدي كل 3 شهور بيكشف عليه. طب شيء عظيم جدا جدا، لانه قطع غيار، هو موجود لي قطع غيار زي واير زي بكر زي مواتير. طب بالنسبه لو لا قدر الله البوكت باظ في اي وقت، تصل بالشركه، الشركه تبعت مندوب لاصلاح البوكت لفتره الضمان، كله بيرجع صح كده لتفكيري لشركه زهرة سينا. تمام. الضمان عندنا احنا سنتين طبعا. تمام تمام. فده موضوع
ماشي، وربنا يسهل الامور ان شاء الله باذن بالنسبه. الله. يعني هي بالنسبه لاي ست بيت او اي بيت مصري عامه، مش بالنسبه للست وبس، اي بيت موجود في مصر ماشي، بالنسبه للبوكيت دوت فقنبله، يعني بالنسبه للقاء خاص صحيح قنبله، قنبله لست البيت. طبعا ثبت اسمه ايه تاني يا فندم؟ بوكت. بوكيت بديل ثبت البلكونه. ده بيشيل كام كيلو معلش بيشيل عشان الكل هيسأل؟ لغاية 25 كيلو. لغاية 25 كيلو، شيء ممكن عظيم. طب بالنسبة للأدوار ممكن يطلع رابع دور خامس دور؟ يطلع لغاية 35 دور. 35 دور، ممكن لو حسب الطلبات ممكن نزود كمان يعني. بسم الله ما شاء الله، ده يعني ده شيء عظيم، شيء يعني كبر الحجم وهطلع شوي. شيء عظيم جدا جدا جدا. عامة أرقامنا على الشاشة لو حد حابب يطلب العرض بالنسبة لشركة زهرة سينا، بوكيت بديل ثبت البيت. طب تمام يا فندم، نوضح ده شيء، ده شيء، ده منتج من منتجات شركة زهرة سينا. منتجات شهرة زهرة سينا ايه تاني يا فندم؟ طبعا بالنسبة لجميع انواع المحاصيل زي البطاطس، محاصيل الزراعية، محاصيل الزراعية زي البطاطس، فول السوداني، الذرة السلاج، البصل تصدير طبعا. تمام تمام. فراولة برضك، بنتعامل بجميع المحاصيل، محاصيل الزراعية عامة دي عامة. بالنسبة للتجار الكبار تمام صح كده؟ ده مساحات كبيرة كلها تصدير طبعا. تمام، تصدير تصدير خارج، وفي درجة ما بتطلعش للتصدير برا، تصدير خارج بتبقى إيه؟ مصر صح كده؟ خارج مصر وداخل وخارج. تمام. مش بتتعامل بس اهو، عندنا أراضي كمان للإيجار ماشي، برضك بنأجرها يعني لو في حد عايز يزرع يكون عنده فكره عن الزراعه وعايز يستاجر او يشاركنا برضك، ما عندناش اي مانع. تمام تمام تمام. في تاني منتجات يا فندم لشركه زهره سينا، حضرتك كنت كلمتني عن التعقيم. فعلا التعقيم احنا استجبنا. ما هو التعقيم لشركه زهره سينا؟ استجبنا لحمله الرئيس، طبعا الرئيس نداء عام لجميع المواطنين بالنسبه ان الانسان يبقى ايه واقف مع بلده في الازمه، فاحنا وقفنا ففكرنا في الموضوع، حسينا الموضوع هيفضل ايه باستمراري، ربنا يشيل الوباء اول شيء، فاحنا حسينا عايزين حتى يبقى عندنا تعقيم، حتى لو ما فيش وباء يبقى انا ايه اعقم بيتي دايما، لو كل شهر كل اسبوع يبقى ايه، فقلت الموضوع شغال هيبقى شغال على طول. فطبعا في عماله وفي تكلفه وزي كده، فحطينا نسبه معينه على المتر 2.5 جنيه ماشي، الشركه المصنع المؤسسة حكومية للشركة أو المصنع. طب بالنسبة للبيت؟ بالنسبة للبيت نفس السعر، نفس السعر، كله سعر موحد. المتر لاحظوا يا جماعة وافتكروا الكلام ده كويس قوي، المتر ب2.5 جنيه. تمام طبعا. لأي منشأة، لأي مصنع، لأي بيت، لأي جامع. تمام. لا الجامع ده لله ما ناخدش منه حاجة. طب الجوامع لشركة زهرة سينا هي طالعة مجانا على مستوى محافظة الإسماعيلية، ده كله الجوامع لله ما نقدرش. والصور طبعا زي ما احنا شايفينها، الصور ضمن على الشاشه اهيت، كل شيء موضح. تمام يا فندم. مع حضرتك بالنسبه للتعقيم حسب مواصفات وزاره الصحه. تمام، مطابق لمواصفات وزاره الصحه، من وزاره الصحه نفسها. أي. تمام، حسب الارشادات يعني. تمام. طب عامه اي حد دلوقتي هيتصل بينا انا تحت امركم طبعا، وحضراتكم شايفين كل حاجه قدامكم على الشاشه. ايه تاني يا فندم؟ شركة زهرة سينا، زهرة سينا طموحها، يعني أنا شايفة طموح شركة زهرة سينا بسم الله ما شاء الله. عامة هو جاي لي كلام لشركة زهرة سينا، عشان كده أنا اتصلت بسيادتك قلت لك زهرة سينا بتتكلم عن عدة منتجات. حضرتك اتكلمت عن يعني أربع أو خمس منتجات لشركة زهرة سينا. أول شيء الاستصلاح الزراعي. تمام. تاني شيء بوكيت اللي تمام. هو قنبلة الحلقة بقى من الآخر كده، قنبلة الحلقة، وده اهم شيء بالنسبه لاي ست بيت، بوكيت بديل الثبت البيت. تمام. ثالث شيء التعقيم. تمام. ما عدا المساجد مجانا، المساجد ولاي مجانا. ولاي حد تاني صح كده ب2.5 جنيه زائد مصاريف الشحن. تمام. تمام تمام. ايه تاني يا فندم لشركه زهره سينا حابه ان احنا نعرف بيها ان شاء الله؟ هيكون في افتتاح لمحجر الرخام قريب ان شاء الله من الدرجه الاولى. تمام. وهنعمل مصنع هنا قص للرخام، ونبدا نبيع للمستهلك ونصدر برضك ان شاء الله. ده مصنع رخام. احنا حاليا بادئين في يعني في ترخيص المحجر، ماشيين في خلاص يعني جت موافقات وخلاص ان شاء الله باذن الله احسب الافتتاح يعني قريب جدا.
طب تعالى نرجع تاني. في حاجات يعني لسه يعني طموحاتنا اكبر من كده يعني، طموحاتنا كبيره لسه كمان يعني، في حاجات جايه بس مش عايزين نعلن عنها كلها، مش خليها واحده واحده عشان ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ انت بتستخسر فينا كده من لقاء خاص يعني. مش عايزين نتعب المشاهد بس. ربنا يبارك فيك. المشاهد مستمتع بحاجه زي كده اصلا لما يشوف شركه بسم الله ما شاء الله فيها كذا منتج، مش منتج واحد يعني. حضرتك بتتكلم استصلاح زراعي مع بتبصي لست البيت يعني، انت بتقول لي انا بصيت وانا واقف كده لست البيت لقيتها بتدلدل السبت، وعامه كلنا عندنا المشكله دي. مزبوط. مش واحده او اتنين او عشر او عشرين، لا كلنا. صحيح كلنا لما صحيح. بننزل لطلباتنا اليوميه ايدينا بتوجعنا خالص يعني، على بال ما بنشد الحبل لو كان فيه 2 أو 3 كيلو فايدينا عامه بتوجعنا يعني. فحضرتك قنبله بالنسبه للسبت او البوكت، مش عارفه اقول لحضرتك ايه بجد، بس يعني شكرا شركه زهره سينا. حضرتك ايه تاني منتجات يا فندم؟ اتفضل. والله طبعا كل المنتجات الزراعيه موجوده عندنا يعني، حتى لو التجار عايزين يتشرفونا ماشي يشرفونا، وعايزين اي منتجات زراعيه موجوده. اي منتجات توتال زراعيه توتال او الا استصلاح او الا طب لو حد اتصل الفواكه بيك يا فندم. الفواكه مش عندنا عشان اتكلم واضحين، الفواكه دي مش عندنا. طيب. بنتكلم كله على المحاصيل الزراعيه. لو حد اتصل بحضرتك دلوقتي قال لك انا حابب ان انا استصلح الاراضي او انا عندي مبلغ مادي معين ماشي، حضرتك هتوجهه لايه او هتقول له لايه؟ هوجهه للزراعه. قال لك انا عايز زراعه، ماشي اوكي. ما هو جاي عشان الزراعه لان شركه سينا بتتكلم عن الزراعه. انا بقى لا، حتى لما حد يكلمني ماشي يقول انا مثلا انا عايز اخش بسهم مثلا وليكن يعني 20,000 جنيه ماشي. 20,000 جنيه ممكن يعمل حاجه؟ اه ممكن. ايه مثلا ممكن يعمل ايه؟ معلش فاهم المشاهد قصادك كده، ممكن يعمل ايه 20,000 جنيه؟ بقوم انا من الشركه تمام، واخد له مثلا بيفت. البيفت ده عباره عن 50 فدان ماشي، بكون في مش هو البيفت ده هو اللي هو رشاش ميه على ما اظن، ولا البيفت ده بيفت اللي هو الري المحوري. الري المحوري باخد له بيفت تمام. الري المحوري دوت عامه بيكون لكل الاراضي؟ لا، في اراضي تنقيط وفي اراضي شغال على اسمه الرشاش تمام، رشات. والبيفت المحوري ده، ري المحوري ده ري حديث سهل موفر للميه، موفر للكهرباء ماشي. بالنسبه للسماد بيكون نسبه مش كتيره قوي ومبالغه وسباخ وكده، لا ما بيكونش فيه سباخ اصلا، كلها بتديه حاجات ايه يعني، يعتبر ان حاجات مش مضره للصحه اصلا تمام. ف حتى اللي يكلمني وانا ما فيش عندي مجال لي او ما استكملتش المجموعه اللي هي تزرع الكميه الموجوده في البيفت، بقول له استنى انا هحجز لك لما اجمع ماشي، بحيث يكون في مثلا 7 أسهم 10 أسهم 20 سهم 50 سهم، يبقى هم بيكملوا بعض ماشي، وبزرع له المنتج اللي هو المربح، المنتج اللي هو ايه متعاقد عليه يعني. ما بزرعش بالبركه، لا بزرع له واكون متعاقد مع شركه ان تاخد المنتج كمان بسعر معين. يعني حضرتك بتزرع الارض ماشي، وبعد كده بتتعاقد مع شركه انها طيب تاخد المنتج اللي حضرتك زرعته. تمام. مش إيه؟ مش بتزرع ارض وبتسيبها هو يتصرف فيها؟ لا، انا في عندي مهندسين مباشرين بشر الزرع ويبيعوه وتمام 100%، ويجي على اخر الزرع انت سهمك طلع فيه ربح مثلا 10,000 100,000 50,000 حسب ما انت حطيت السهم. تمام ماشي، نقبل لغايه قد ما تكون نقبل يعني، بس اقل تمام شيء، اقل شيء 20,000 جنيه. اقل شيء 20,000 جنيه ده بالنسبه لاستصلاح الاراضي؟ صحيح. تمام فضل. ماشي، فاحنا بنضمن له الزراعه، نضمن له المنتج ينباع فين ماشي. انا ايه اللي بستفيده؟ انا بستفيدش من المساهم في شيء اصلا. ما انا ده سؤال كنت عايزه اطرحه لسيادتك برضو، ايه الاستفاده في شركه زهره سينا؟ انا اللي بستفيده ماشي ان انا باخد ثمن ايجار الارض تمام، بل اقل من الشركات الثانيه اللي هي شغاله، اقل منها يعني. كان اجر الارض مثلا ب 10، انا عندي انا ب 9 تمام. تمام يعني بنمي نفسي وبنمي صاحب السهم معايا تمام. أيوة تمام أيوة. في نفس الوقت ببقى انا المتحكم في الزراعه، ازرع ايه وما ازرعش ايه، لكن اللي اجيب شركه تزرع عندي. بتقدر تتحكم ازاي؟ من التربه نفسها؟ لا، ولا بشوف المنتج، المنتج اللي هو شغال في السوق وموسوم وموجود ماشي. الزراعه دي موسم
مش بمعنى انك تزرع وخلاص، لا ده كل البطاطس كل لها موسم، فول سوداني لها موسم، أكيد في صيفي وفي شتوي. اكيد تمام اكيد اكيد اه. بس طب بالنسبه للتربه، مش حضرتك بتنزل بتاخد لا عينات او بتشوف لا، الارض دي التربه تصلح الارض اللي عند لاي انا اي بتكلم، منتج لا انا عامه بتكلم عن الارض، على الارض بتاعت حضرتك؟ الارض اللي عندي انا ما فيهاش يعني اعتبر جوده من ما اعلى، انت بتتكلم على لو اي حد اتصل يعني نسبه دلوقتي 90% صح كده وقال بالجوده. لك يا باشمهندس سعيد احنا معانا بس مبلغ 20,000 جنيه وعايزين نستثمره تبع تمام الاستصلاح الزراعي تمام حسب توجيهات سيادة الرئيس. بيشرفني طبعا في الشركه اول شيء، تمام، باخد بياناته، ما بستلمش منه فلوس خالص، تمام ماشي، بجمع مثلا رقم معين حسب تكلفه الزراعه اللي انا هنوي ازرعها مثلا، تمام. يعني انت فرد كلمك او 10 افراد، 10 افراد في 20 مثلا بكذا، طب الفرد العشر فردين بكلفوا كام؟ بكلفوا كذا، يبقى لازم ايه ادي له موعد يكون فيه ايه يعني يكون اكتمل السهم، ما اكتملش السهم انا بكمل وبزرع. يعني انت مثلا يعني يعني ممكن بتدي له اه توقيت ممكن مثلا 3 شهور لا 6 شهور سنة أقل سنتين؟ أقل. يعني كلمني دلوقتي مفيش موسم زراعة دلوقتي، كلمني دلوقتي هقول له بعد 15 يوم او 20 يوم في موسم زراعة، اها يعني فاهمني؟ بعدها مثلا بقد ايه اه مثلا؟ يعني لو حد اداك 20,000 مثلا بعدها سيب مثلا ب3 4 شهور 6 شهور على حسب يعني منتج ال السهم بنتكلم بالنسبة ل20,000 ماشي، مش سهم يعني، ده رمزي بالنسبة لسهم الزراعة، ده رمزي مش سهم. ولكن انت هتلاقي كتير من الناس اللي هو معاه المبلغ ده ماشي، ومش عارف يحصل على المبلغ يكمل انه يزرع لو فدان. انا بكمل وازرع لو فدان، بديه في الفدان مثلا، فدان كلف مثلا 50,000 تمام ماشي، هو دفع 20، انا باخد حقي ال 30 اللي انا دفعتهم ماشي، وبدي حقه في ال 20 اللي هو دفعهم، ربحه مثلا 5,000 مثلا، ربحه 10، ربحه 20، حسب ما يربح حسب رزقه، ده رزق من ربنا تمام ماشي. عامة وبنضمن الجودة، الجودة بنضمنها، جودة المنتج يطلع يعني جودته ممتازة. يعني كمان بتضمن اه المنتج هو لأن كمان اهو. انا اللي زارع، انا اللي زارع وانا اللي ضامن المنتج، الا شيء يجي من عند قدر الله ما حدش يعرف فيه ايه، ده اكيد ولكن كتقصير من شركه فيش تقصير عن ده اكيد. نهائي. كمان بتبقى في عقودات او ورق مكتوب ايوه بحاجة زي كده عشان مظبوط. كل واحد يعني يضمن لا في حقه. التزام كامل، اهو التزام شركة كامل. زهرة سينا فيها كام منتج كده لغاية دلوقتي يا فندم حضرتك كلمتنا عنه باختصار السريع كده معانا 2 دقيقة بالظبط؟ استصلاح زراعي استصلاح أراضي، لحضرتك استصلاح أراضي تمام، ماشي، وبالنسبة للبوكت تعقيم تعقيم محاجر. البوكت بس يا فندم بعد إذن سيادتك كده اتفضل. البوكت مصاريف الشحن داخل القاهرة كمان؟ لا لا ده ما أعفي، طيب ده حاجة يعني أنا جبت لكم كمان قنبلة تانية إيه؟ لا ما في من القاهرة لغير القاهرة، ما القاهرة في ما فيهاش مصاريف شحن لا ما فيهاش مصاريف صح كده؟ لأن احنا قريبين أرجو من القاهرة. الاتصال بقى قدامكم الأرقام على الشاشة اللي حابب استصلاح أراضي صح كده يا باشمهندس سعيد؟ استصلاح أراضي تعقيم منازل بالنسبة ل معلش في نقطة صغيرة أنوه اتفضل عنها يا فندم اتفضل. ماشي، بالنسبة لو في حد عنده أرض ماشي ومحتار هو يزرعها إيه، يكلم الشركة، الشركة هتيجي هتشوف الأرض ماشي وتشوف المناسب للأرض تزرع له ماشي، وفي عندنا مهندسين مباشرين ماشي يبشر الارض لغايه الطرح، تمام تمام برضك دي تاني معانا يعني تمام شيء رائع شيء ماشي. جميل جدا جدا جدا. شركه زهره سينا احنا مش عارفين نقول ايه بصراحه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، كذا منتج زي ما حضراتكم شايفين قدامكم الارقام على الشاشه، اتكلمنا عن عده منتجات لشركة زهرة سينا، استصلاح أراضي تعقيم لكل 6 بيت أو لكل بيت مصري عامة بالنسبة للوباء اللي احنا ماشيين فيه دوت، المتر زي الباشمهندس سعيد ما قال لنا المتر على 2.5 جنيه، ايه تاني البوكيت بوكيت وده أهم شيء بصراحة، ده بالنسبة ليا في أهم شيء، بالنسبة لحاجة لناس تانية الأراضي والتعقيم اهم شيء عندي التعقيم ده ليا انا والبوكت والاستصلاح الزراعي ده اهم شيء الزراعه. اهم شيء طبعا الزراعه، انا بتكلم كست بيت يا باشمهندس انا الزراعه هي بتكلم كست بيت لان التنميه، بصراحه اكبر مشكله
بتواجهنا في الطلبات اليومية. برضك البوكت، أنا البوكت يعني أكبر مشكلة بتواجهنا، علاوة على كده، وحضرتك بقى سهلت لنا علاوة خالص. على كده حاليا الناس ما بتنزلش أصلا كتير، تمام، بسبب الوباء اللي احنا فيه حاليا، فهيريح الناس كتير خالص يعني. فراحة، ده راحة تامة بصراحة. يعني حضراتكم زي ما شايفين على الشاشة، يعني وطبعا بتدوسي احنا زرار بس كده، بتدوسي بينزل تحت، بتجيبي الطلب، بتحطي طلبات، بيشيل ما بين 15 ل 20 كيلو، وبيطلع لغاية 35 دور. شكرا يا باشمهندس سعيد، الله يبارك فيك، شكرا. وشكرا لحضراتكم، وانتظرونا ان شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لحضراتكم.